شهرين من أزمة الوقود في كركوك، وما تزال الأزمة في المحافظة مستمرة حتى اللحظة، حيث يعاني سكان المحافظة الغنية بالنفط من نقص حاد في إمدادات الوقود نتيجة السياسات الخاطئة في البلاد. فالأزمة انعكست سلبا على أرزاق المواطنين في المحافظة، وتحديدا أصحاب سيارات الأجرة الذين يضطرون في أغلب الأحيان إلى الوقوف بطوابير طويلة تستمر لساعات طويلة بغية الحصول على الوقود. يعني ايش احنا يعني العراق خاصه يعني اكبر دوله للنفط صحيح، واحنا هاي ايش اسمه عندنا مدينه كركوك، يعني باعتبار هاي ايش اسمه هذا يعني بابا قرقر هاي بالكيوان يعتبر اغنى مدينه بالعالم. زين شنو الفائده؟ يعني احنا هاي الدول هاي الدول دول دول ايش اسمه الاردن لبنان ما عايشين علينا، يعني احنا قاعد احنا صدر من نفط. زين احنا ليش الازمه؟ شنو السبب؟ انا اقول السبب ماله سوء الإدارة، سوء الإدارة. فإحنا يعني منكم يعني وبارك الله بيكم وجهودكم، يعني توصلون حكي للمسؤولين، للمسؤولين المختصين بالنفط مثلاً كمدير منتجات، يعني أي جهة توصلون صوتنا لبغداد، يعني نلقى الحياة يعني تعال نفط الشكل، بنزين الشكل. والله أخي السبب الأزمة القشقجية، القشقجية. يعني تقصد بالتهريب؟ التهريب. ما يصير له شارع، ما له حل. يعني إذا تجي أكثر مع احترامات قسم نزيانين مسؤولين هم الحرامية، ولا المواطن الفقير شو ما يهرب؟ قال هسه جاي أهرب بنزين لو يأخذ جيلي كانين ثلاث، هذا التهريب. التهريب بالصهاريج، التهريب يبيعون على البنزينات الأهلية. البنزينات الأهلية ما كان عندهم شغل، هسه قاموا يشتغلون. كان اللتر المحسن كان 750 سووها 1050 دينار. هل معقول هذا حل؟ أنا كمواطن ومن حقي وعلى باب الله وإحنا كسواق تاكسيات نريد بنزين متوفر، نريد بنزين موجود بكل وقت. هاي مسؤوليتك تحمي البنزين ما يطلع قشق ما يروح ما ينباق، مو أني. فإحنا قاعد نعاني ونطالب المحافظ ونطالب مدير منتوجات ونطالب وزير النفط أنه يلغي لنا البطائق ويلغي لنا حل لهذه المأساة اللي قاعد نعيشها هنا بكركوك، وخلي يسأل يشوف الأهلية لعد منين يجيب يبيع اللتر تجاري بألف وخمسين وبألف ومية وبألف وربع قاعد يبيعون اللتر الواحد. أزمة البنزين وارتفاع الأسعار في المحطات الأهلية أثارت غضب سائقي سيارات الأجرة الذين شكوا من تراجع في مدخولهم المالي نتيجة شح الوقود وارتفاع أسعاره، محملين الحكومة المركزية أسباب هذه الأزمة بعد الحديث عن وقوف جهات وراء تهريب كميات كبيرة من الوقود خارج المحافظة. ويعتبر العراق أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه تقع فريسة للأزمات المعيشية المتفاقمة. ولعل أزمة الوقود في بعض المحافظات الشمالية ومنها كركوك تمثل دليلا واضحا على سوء الإدارة في البلاد. لقناة وطن علياس.